والله جولتي على السينمات. شوفي الحين نكون صريحين، يعني في الفتره الاونه الاخيره الافلام نوعا ما يعني بدات تستقر الفنيات اللي نحن محتاجينها، وخاصه يعني لو خصصنا الموضوع على ما بين هوليوود وبوليوود. بوليوود للاسف السنه هذه كانت كارثيه تعتبر لبوليوود هالسنه، ولها عده اسباب يعني. والسبب الرئيسي ممكن يكون الجمهور بدا الذوق ماله يتغير. انا اتذكر هذه الحركه صارت في سنه 98 يوم كانت السينما الهندية بدأت في التغيير من الأفلام الأكشن إلى الأفلام الدرامية والرومانسية. مثل ما نقول إحنا دائما أفلام هندية كلها رومانسية، هي أصلا رومانسية الحقيقية كانت موجودة في الستينات والأربعينات، ورجعت مرة ثانية في التسعينات من 91. لذلك نحن ملينا من الرومانسية، رجعت الأفلام مرة أخرى للأفلام الأكشن، وإحنا ملينا مرة أخرى بالأفلام الأكشن وأيضا أفلام الرومانسية. بدأ الجمهور الهندي يحتاج إلى الكونتنت أو يحتاج إلى القصص. طيب. فأنا يعني جولتي كانت يعني شوية نوعا ما لهذه